وللمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا من بيروت العميد يعرب صخر الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك ضيفي الكريم على شاشة القاهرة الإخبارية، كنت معي من بيروت وشكرا لك سيادة العميد يعرب. يعني بداية سيادة العميد، كيف يمكن قراءة الأيام المقبلة على لبنان؟ طبعا خير، يبدو باليوم المنصرم أن الضغط الدولي والدبلوماسية النشطة الدولية إن كانت أمريكية أو روسية أو غربية قد أفضت إلى تليين الموقف الإيراني، وبالتالي تليين باقي أذرعها وأولهم وعلى رأسهم حزب الله لأنه الذراع الأقوى للمحور إيران. أصلا بالأساس إسرائيل مستنفرة وجاهزة ومستعدة وبانتظار الرد الإيراني. هذا الرد الإيراني كان، وسجلها عندك، ليس انتقاما أو انتفاضا لهنية، بل استنفارا لهيبة كاذبة قد ضربها آخر صاروخ أو مقذوف قبل أن يودي أو يطيح بهنية. هي تنتفض لكرامة اهتزت، ولأجل ذلك هي تفتش عن ذرائع كي تجهز نفسها للمرحلة القادمة، لكن خلال هذه الفترة هي ووكلاؤها قد عمموا نوعا من الدعائية والتعبوية والشعبوية لإلهاء أتباعهم أن الرد آتٍ، وأبرز دليل على ذلك نصر الله البارحة في خطابه كان ترجمة للتوجه الإيراني، إذ أن حزب الله هو أداة إيرانية وهو محكوم بسقف تحدده إيران. الخطاب البارحة كان ترجمة للتوجه الإيراني الجديد بتليين الموقف وإعطاء الفرصة للمفاوضات، ومن فوق الطاولة عنتريات ومن تحت الطاولة مفاوضات واستجداء صفقات. وما قاله نصر الله البارحة أن عدم الرد هو بمثابة رد أو جزء من الرد، هو لا يجب. وهنا سؤال مهم، هل يستفيد من حالة الاستنفار والقلق في إسرائيل لانتظار الرد الإيراني وكذلك الرد من حزب الله؟ عليك أن تعلم عزيزي أن الانتظار الرد أو عدم الرد هو جزء من الرد. عليك أن تعلم أن في العقيدة العسكرية الإسرائيلية أن الرد الاستباقي هو أفضل رد بانتظار الرد. هم يجهلون ذلك أو يعرفون ذلك ولكنهم يتجاهلون. إسرائيل الحذر الحذر الحذر، هي سوف أنا أظن هذا برأيي كعسكري، هي مشهورة بالحروب الاستباقية والوقائية والحروب الخاطفة والسريعة ونقل المعركة إلى أرض الخصم. صدقني أنهم يشترون الوقت الآن بانتظار تبلور الصفقة الدولية التي تعالج هذا الموضوع. إنما الخاسر الوحيد طبعا سيكون إسرائيل. لماذا؟ لأن نتنياهو بالذات وهذه الحكومة المتشددة التي تعيش على الحرب هي بفعلها بضربها في لبنان في الضاحية وفي قلب طهران وفي السيدة زينب في دمشق وفي العراق، هي تستدرج إيران إلى حلبة الصراع، وبالتالي إذا دخلت إيران حلبة الصراع فهذا بالتالي أن أمريكا الموجودة بقبضها وقضيبها الآن في الشرق الأوسط سوف تدخل، لأن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط هي أمن إسرائيل قبل كل شيء. هذا ما يشتغل عليه نتنياهو، لكن يبدو أن الجهد الدولي قد أفسد على نتنياهو هذه الخطة، وقد تم تليين موقف إيران وبالتالي تم تليين باقي الأذرع. وانظر ترى خطاب نصر الله البارحة كان بمثابة الغموض الاستراتيجي الذي لم نفهم منه شيئا
ولا نعرف كيف تتجه الأمور، وهو بانتظار التعليمات التي سوف تأتي. أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد يعرب صخر الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.